أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. وإلى العنوين: الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للداخلية. البدري يرفض المغامرة بمروان محسن. ومصر تستضيف السوبر الإماراتي للعام الثاني على التوالي. أهلا بكم مجددا. وإلى التفاصيل: حذر حسام البدري المدير الفني للفريق الأهلي لاعبيه من التعاون أو التهاون أمام الداخلية خلال لقاء الفريقين غدا الجمعة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري. وطلب البدري لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات من أجل الزحف نحو صدارة الدوري، خاصة وأن اللقاءات المؤجلة قد تدفع الفريق لاعتلاء القمة. تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن لقاء الداخلية غدا الجمعة في الجولة العاشرة للدوري بسبب استمرار إصابته في عضلات الحوض. ووضع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري برنامجا تأهيليا لربيعة من أجل العودة للمباريات والشفاء من إصابته. ويسعى البدري لتجهيز اللاعب لمواجهة المصري البورسعيدي والتي تقام الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية. رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المغامرة بالمهاجم مروان محسن العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خاصة وأنه بعيد عن المشاركة من المباريات منذ 9 شهور كاملة. واستقر البدري على إشراك مروان في المباريات بعد لقاء أنبي يوم 2 ديسمبر المقبل، خاصة وأن المواجهات القادمة صعبة ومتتالية ومن الصعب المغامرة به في أي لقاء. يخوض فريق الأهلي ميرانه الأخير حاليا على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الداخلية والمقرر غدا الجمعة في استاد القاهرة بالجولة العاشرة للدوري. ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة اللاعبين والذين يخوضون لقاء الداخلية. للمزيد من التفاصيل ومتابعة آخر أخبار الفريق الأول ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسلنا في ملعب مختار التتش. حازم أهلا بك. اهلا بيكي فيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. حازم، في البدايه احكي لنا عن ميران النهارده. في اللحظه اللي انا بكلمك فيها فيروز توجه الاتوبيس برئاسه النادي الاهلي لاحد الفنادق القريبه من استاد القاهره للدخول في معسكر ليله مباراه الاهلي والداخليه. التمرين النهارده قبل بدايته كابتن حسام البدري عقد محاضره فنيه للاعبين شدد خلالها على عدم التهاون بالمباراه او الاستهانه بالخصم فريق الداخليه. واكد على ضروره الفوز وتحقيق الثلاث نقاط كخطوه مهمه لاعتلاء الاهلي صداره الدوري ان شاء الله باذن الله او العوده لصداره الدوري. النهارده التدريب بدا تمام الساعه 3:30. بداوا كابتن حسام البدري بتدريبات بدنيه واحماء قادها كابتن انيس الشعلالي اللي هو مخطط الاحمال البدنيه في الفريق. كانت الفقره الرئيسيه في التدريب النهارده اللي هي تقسيمه في منتصف الملعب بين فريقين. خلالها او واصل التالق بكماني واحرز اكثر من هدف، كمان تالق ميدو جابر.
التمرين كمان ركز فيه كابتن حسام البدري على اللعب من لمسه واحده والضغط على الخصم وضروره التحرك بدون كوره. على هامش المران ادى المصابين احمد حمدي ومحمد نجيب تدريبات تاهيليه وبدنيه، استعدادا لدخولهم مره اخرى التدريبات الجماعيه. نعم. عقب المران اعلن الكابتن حسام البدري قائمه الفريق واللي ضمت 21 لاعب. طب مين هم ال 21 لاعب اللي في قائمه الفريق مواجهه الداخليه حازم؟ القائمه ضمت شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل عبد المنعم، احمد فتحي، محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، صبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السوليه، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، اجاييه بكماني، احمد الشيخ، عماد متعب، وليد ازارو، اسلام محارب، وكريم ندفد، واكرم توفيق. واستبعد كابتن حسام البدري من القائمه لاسباب فن او لرؤيه فنيه عمرو بركات واحمد حمودي واحمد ياسر ريان ومروان محسن وعبد الله الشامي وحسين السيد. ايضا للاصابه استبعد هشام محمد ومحمد نجيب واحمد حمدي ورامي ربيعه وعلي معلول. نعم. طيب حازم، هل ظهرت ملامح تشكيل الفريق النهارده خلال التقسيمه واللي عملها كابتن حسام البدري؟ اعتقد ان كابتن حسام هيعتمد على نفس التشكيل اللي خاض بيه مباراه الاسماعيلي، ومن الممكن ان هو القريب من الدخول للقائمه اكرم توفيق على اساس ان هو يدي راحه لاحد اللاعبين الاساسيين عمرو السوليه او حسام عاشور. احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الثلاث، الاهلي هيواجه المصري وده ماتش مهم جدا، فممكن احد اللاعبين دول يريح الماتش بكره. ايضا بكماني كان ظاهر بصوره طيبه جدا وممكن يكون ليه دور في ماتش غدا ان شاء الله باذن الله. حازم البرعي مراسل قناه نادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. استبعد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه أمير عبد الحميد حارس مرمى الفريق من قائمة مباراة الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري. قرار عبد العال جاء بعد اعتراض أمير عبد الحميد على عدم مشاركته في مباريات ومشاركة محمد الغرباوي بدلا منه وعدم حضوره للمران برفقة زملائه بسبب عدم الدفع به في المباريات. كان الداخلية قد تغلب في المباراة الأخيرة على فريق الأسيوطي بهدفين دون مقابل بتوقيع كل من أحمد سمير فرج ومحمد زيكا. الأخبار المحلية، حيث أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم والتي تجمع ناديي الجزيرة والوحدة ستقام في القاهرة يوم 4 يناير المقبل في 8 مساء بحضور الجماهير. قال عامر حسين أن المباراة ستقام في القاهرة للعام الثاني على التوالي بعد التنسيق والاتفاق بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ونظيره الإماراتي، لافتا إلى أن المباراة ستقام على استاد الدفاع الجوي أو استاد القاهرة. يذكر أن القاهرة استضافت سوبر الإماراتي الماضي والذي انتهى بتتويج الأهلي باللقب بعد فوزه على الجزيرة 2-1. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اجراء قرعة منافستي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية للموسم القادم في 21 من ديسمبر المقبل، ويخوض الاهلي ومصر المقاصة غمار منافسات دوري الابطال الافريقي، بينما سينافس فريق الزمالك والمصري على لقب الكونفدرالية.
قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز كل الاستعدادات الخاصة بإتاحة مشاهدة فعاليات إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 والمقرر إجراؤها الجمعة 1 ديسمبر من عام 2017 بمبنى الكرملين بروسيا. وقررت وزارة الشباب والرياضة تجهيز شاشات عملاقة بالأندية ومراكز الشباب من أجل إتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة القرعة. يذكر أن الفعاليات تشهد حضور الرئيس فلاديمير بوتين ورموز كرة القدم في العالم ووفود جميع المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم. تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اليوم الخميس هيئه استاد القاهره الدولي برفقه اللواء علي درويش رئيس الهيئه ولواء ماجد السرتسي رئيس القطاع الهندسي للهيئه القوميه للانتاج الحربي. شملت زياره الوزير تفقد ملعب الاستاد الرئيسي للاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل من حيث استضافته لمباريات انديه الاهلي والزمالك والنصر والمقاصه في الدوري المصري لكره القدم. ومباريات كأس مصر والتي يحددها اتحاد الكرة والمباريات الودية للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. نفى إيهاب الهيطة مدير المنتخب الوطني الشائعات والتي ترددت بشأن دخول الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفراعنة في مفاوضات مباشرة ومنفردة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي قيادة الأخضر خلال فعاليات نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأكد الهيطة أن كوبر لم يبلغ أحد بوجود أي مفاوضات مع الجانب السعودي، بالإضافة إلى أن سفره إلى أسبانيا لزيارة أسرته في إجازة قصيرة تمتد لأيام، حيث سيعود المدير الفني للمنتخب بعد غد لقيادة الجهاز الفني في الاجتماع المقرر قبل السفر إلى روسيا لحضور قرعة المونديال. يذكر أن المنتخب السعودي أعلن أمس إقالة الأرجنتيني فوزا من منصبه بسبب سوء النتائج خلال المباريات الودية مؤخرا. يغيب الحكم الدولي محمود البنا عن إدارة المباريات لمدة تصل إلى شهرين بعد إصابته أمس خلال لقاء الرجاء ووادي دجلة بالجولة العاشرة للدوري. وكان البنا قد تعرض لإصابة عبارة عن تمزق شديد في عضلة السمانة تسببت في عدم قدرته على استكمال اللقاء والذي أداره بدلا منه الحكم الخامس محمد أبو خاطر. يذكر أن الرجاء تعادل مع وادي دجلة بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة بين الفريقين أمس بالدوري. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف
والى اخبار الالعاب الاخرى، حيث عقد النادي الاهلي ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيره لتوقيع عقود استضافه النادي لبطولتي كاس السوبر وكاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد خلال شهر ابريل من العام المقبل. وحضر المؤتمر عماد وحيد ومروان هشام عضوا مجلس الاداره واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للاهلي ومدحت البلتاجي نائب اول رئيس الكونفدراليه الافريقيه وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد وعاصم حماد المدير الفني للاهلي. وشهد المؤتمر توقيع عقود استضافه الاهلي للبطوله حيث وقع شمس ممثلا عن النادي الاهلي. أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة نادي الأهلي سعادته باستضافة الأهلي لبطولتي كأس السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد موضحا أن سعادته تضاعفت بعد تسمية البطولة باسم الراحل جمال شمس نجم الأهلي وأفريقيا الأسبق في كرة اليد. وقال وحيد على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادي بجزيرة لتوقيع عقود استضافة البطولتين أن شمس من أبناء الأهلي المخلصين والذين ساهموا في تطوير كرة اليد في أفريقيا، لافتا إلى أنه سعيد للغاية بلفتة تكريم الراحل. وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن النادي يتشرف باستضافة البطولتين مشددا على أن الأهلي يعد الجميع بتنظيم بطولتين على قدر عظمته وتاريخه وأن يكون خير ممثل للتنظيم المصري. أكد مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن النادي يملك من المقومات ما يجعله قادرا على تنظيم أكبر بطولات العالم، جاء ذلك على هامش توقيع الأهلي على بروتوكول استضافة النادي لبطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية خلال شهر أبريل القادم. وأوضح مروان هشام أن النادي يملك بنية تحتية وتاريخ مشرف في تنظيم البطولات العالمية والقارية ويدعمه في ذلك جماهيره العظيمة إلى جانب ما يتمتع به النادي من كوادر بشرية. وأوضح أن النادي الأهلي كان جادا من اليوم الأول للتفكير في استضافة البطولتين عندما بدأ المفاوضات مع الاتحاد الأفريقي منذ شهر أبريل الماضي في المغرب. حصد اللاعبو ولاعبات الاسكواش بالنادي الاهلي المراكز الاولى ببطوله سبورتنج حيث فاز مصطفى عسل على بطل العالم الاسكواش مروان طارق بنتيجه 3-2 تحت 19 سنه. وفازت كنزي ايمن ببطوله 17 سنه رغم انها تمثل مرحله 15 سنه، فيما فاز عبد الرحمن محمد بالمركز الثاني في مرحله الرجال ويوسف عبد الفتاح بالمركز الثالث في مرحله 15 سنه. ملك إبراهيم بالمركز الثالث في مرحلة 11 سنة ويقود ناصر زهران فرق الاسكواش في النادي الأهلي. جهاز الفني لمنتخب الناشئات لكرة اليد 8 لاعبات من فريق مرتبط الأهلي للمشاركة مع المنتخب في المباراة الودية أمام منتخب الأردن والتي تقام اليوم. وتضم القائمة لام الشواربي، آية الحوشي، ليلى شريف ودنيا صقر ومريم الشربجي وريم ربيع، أيضا منة فؤاد ونادين نجيب. وتأجلت مباراة فريق الأهلي مواليد 98 أمام هوليوليدو في بطولة منطقة القاهرة والتي كان مقرر لها اليوم بسبب اللقاء للمنتخب.
فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية والبداية من فرنسا، حيث رفع إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رصيد أهدافه مع فريقه ل 151 هدف بعدما سجل ثنائية في شباك سلتيك الإسكتلندية خلال اللقاء والذي أقيم أمس الأربعاء، وانتهى بفوز كاسح لأصحاب الأرض بنتيجة 7-1 في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية بدوري الأبطال. واقترب كافاني من رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهدف التاريخي لباريس سان جيرمان صاحب 156 هدف. أكد المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي أن تألق حارس برشلونة مارك أندريا تير شتيغن خلال مواجهة الفريقين أمس الأربعاء أدى لعدم فوز فريقه، وكان الألماني شتيغن تصدى لتسديدة زميله باولو ديبالا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء والذي انتهى بالتعادل السلبي. وقال بن عطية في مقابلة مع قناة ناديه عقب اللقاء أن فريقه أراد تسجيل الأهداف في مرمى برشلونة إلا أنه فوجئ بالتألق غير العادي للحارس الألماني. اعترف البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزية بإمكانية رحيله عن فريقه قريبا وأن ذلك ليس شيئا مستحيلا أو صعب. وقال هازارد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العالمية أنه يعتبر ريال مدريد الإسباني هو الفريق الأعظم في العالم، لكنه في الوقت الحالي يركز على مسيرته مع تشيلسي. وأضاف النجم البلجيكي أن مغادرة تشيلسي ربما تكون قريبة، لكنه رفض تحديد الموعد والذي سيغادر فيه ملعب ستانفورد بريدج. تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي ب24 لقاء، تقام نصفها في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة والنصف الآخر في تمام الساعة 10، ويستضيف فريق كولر نظيره أرسنال الإنجليزي، حيث سيعود محمد النني لاعب وسط منتخب مصر للظهور بشكل أساسي مع الجانرز. وفي مباراة أخرى يسعى ميلان لحسم تصدره لمجموعته حينما يستضيف أستريا فيينا النمساوي، كما يقود أحمد حسن كوكا فريقه سبارتا براغ البرتغالي أمام هوفنهايم الألماني. يسعى ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب ألمانيا جوليان دراكسلر خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن دراكسلر سيلعب في ليفربول على سبيل الإعارة في حالة موافقة الفريق الفارسي على إتمام الصفقة. وأضافت الصحيفة أن ليفربول سيحاول التعاقد مع دراكسلر نهائيا فيما بعد تحسبا لرحيل النجم البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الأسباني نهاية الموسم الحالي.
كشف إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما الإيطالي سبب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد الأسباني بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. ونقل تقارير إيطالية تصريحات دي فرانشيسكو عقب انتهاء المباراة والتي طلب فيها فريقه بأن يكون أكثر تصميماً، وأضاف أن فريقه نجح في تقديم أداء جيد قبل أن يتلقى هدفاً في شباكه، وهو ما صعب عليه الأمور في المباراة لينتهي اللقاء بهدفين لصالح أتلتيكو. وننهي جولتنا العالمية من السعودية، حيث تشهد صفوف الهلال السعودي عودة سالم الدوسري لتدريبات الفريق لتأكد جاهزيته للقاء أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل بعد تعرضه للإصابة في لقاء الذهاب. ويفتقد الهلال لخدمات مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو بعد إصابته في لقاء الذهاب بجزع في الركبة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة والتي جمعتهما بالرياض. ويحتاج الزعيم للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف من أجل تتويج باللقب الآسيوي. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. هشام نصر الأهلي سينظم السوبر وكأس كؤوس لليد بشكل أكثر من رائع. ومن اليوم السابع حسام البدري يحدد موعد الاستعانة بمحارب الأهلي. من الوطن معلول وربيعة خارج حسابات الأهلي أمام الداخلية. ومن فيتو البدري يدرس ضم مروان محسن لقائمات الأهلي أمام الداخلية. من الوفد نقل مباراتي النصر مع الأهلي والزمالك لاستاد القاهرة. ومن البوابة نيوز طبيب الأهلي يحذر البدري من الدفع بمروان محسن قبل 15 ديسمبر. ومن الفجر مدحت البلتاجي النجاح مضمون لأي بطولة ينظمها الأهلي. من الأهلي دوت كوم استاد برج العرب مرشح لاستضافة مباراة السوبر المصري. ومن يورو سبورت عربية رسميا الأهلي يستضيف الزمالك في سوبر اليد للتأهل لكأس العالم. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة من العام الماضي، في ختام الأسبوع العاشر الأهلي يهزم طلائع الجيش بثلاثية نظيفة سجلها مؤمن زكريا عبد الله سعيد وجونيور أجاي في آخر ثلث ساعة من عمر المباراة. وشهدت المباراة إهدار ضربة جزاء عن طريق أحمد عيد عبد الملك تصدى لها شريف إكرامي. النهارده ايضا في 23 نوفمبر من عام 2006 الاهلي يهزم طلائع الجيش برباعيه نظيفه ضمن منافسات الجوله الثانيه عشر للدوري. سجل اهداف الاهلي الانجولي فلافيو ومحمد ابو تريكه هدفين وعماد متعب. وزي النهارده في 23 نوفمبر من عام 2005 حقق الاهلي فوزا على نظيره المصري البورسعيدي بثنائيه نظيفه ضمن منافسات الاسبوع السابع من الدوري العام.
سجل هدفي الأهلي أحمد أبو مسلم في الدقيقة 28، وأضاف أسامة حسني الهدف الثاني في الدقيقة 41 في الشوط الأول. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.